يمكن للباحث للمتحدث أن يمر على كربلاء دون أن يعرج على كعبة الأحزان زينب سلام الله عليها. وانت شايف أرباب التأريخ، أرباب المقاتل، بعد مصرع الإمام الحسين كل الروايات فيها زينب. راحت زينب، اجت زينب، قالت زينب. إن دل على شيء فإنه يدل على أن الحوراء زينب مع الإمام الحسين وجهان لعملة واحدة، شريك أساسي في واقعة الطف. ولا نغالي ولا نبالغ عندما نقول أنه لولا الحوراء زينب لما وصلت إلينا كربلاء ولما عرفنا كربلاء. بل إن الحوراء زينب، شوف الله عز وجل شلون أكرم الحوراء زينب. الله عز وجل جعل من واقعة الطاف كلها تتجسد في الحوراء زينب، هي صارت الجمرة التي تشعل قلوب الشيعة. عندما يمر اسم الحوراء زينب تنكسر القلوب. كرامة لهذه المرأة، وقالتها زينب: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. حوراء زينب سلام الله عليها. البعض يتصور أن الحوراء زينب وصلت إلى كربلاء عن كلالة، يعني المواقف صدرت صدفة. لا يا مولاي، مو صدفة. مواقف الحوراء زينب في كربلاء تتقزم أمامها فحول الرجال ما تتحملها. فكيف بالحوراء؟ أنت تعرف المرأة كتلة عواطف، كتلة مشاعر. المرأة، المرأة دمعتها يعني على طرف عينها مثل ما يقولوا، ما تتحمل المرأة. وإذا تشوف زينب تنظر إلى الإمام الحسين وفي عينيه دمعة، غاص بدمعة، وقفت أمامه تقول لي: أبا عبد الله أنت الذي تبكي؟ مو إحنا نستمد القوة منك أبا عبد الله، استمد العنفوان منك أبا عبد الله. إذا أنت بكيت ماذا أقول للنساء؟ بأي شيء أسكت النساء إذا شافوك أنت تبكي؟ تشوف المرأة يمكن ساعات تمسك روحها، بس الرجل إذا انهار بسبب مصيبة وبكى، المرأة تبكي أضعاف مضاعفة، تنفجر المرأة. كفكف دموع بكم، قال زينب: أنا ابن أبيك. تعرفيني زين ما زين زينب؟ والله ما لنفسي بكيت، وإنما أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. صاحب النفس العظيمة، صاحب النفس العظيمة أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذا موقف، موقف بعد آخر حتى يبين لك عظمة الحوراء زينب. الحوراء زينب عندما خرجنا بهم هذا اليوم، أول ما طلعت الشمس أمر ابن سعد أن تساق الضعينة من كربلاء. تعرف بأي حالة؟ قال: مروا بهن على مصارع القتلى. طه حسين يقول: نكسة الضمير الإنساني هذه، هي نكسة الضمير إنسانية، ماكو إنسانية بعد. وإلا مرة الطوف تمر على حبيبها، زوجها، ابنها، أخوها، أبوها، مجدل على البوغاء. احنا شايفين نساء يدخلونهم المغتسل، صح؟ ما يدخلونها بروح المرأة، مع أن اللي ممدود على صخرة المغتسل مكفن مغسل، الناس تنتظر تشيعة والناس كلها تسلي أهلها. وبعد المرأة ما يدخلونها بروحها، وياها أخوها، وياها خالها، وياها عمها، يلزمها، لأن المرأة كتلة مشاعر، يمكن تموت المرأة، لازم تحتاج إلى واحد وياها. وهذول يمرون على الأجساد، جثث بلا رؤوس. إيش حالة النساء؟ اسمع الرواية حتى تعرف عظمة الحوراء زينب. تقول الرواية: حانت التفاتة من زينب، وإذا بها ترى زين العابدين يتمايل بجامعته، الجامعة اللي على صدره، يتمايل يمين وشمال على ظهر الناقة. يا علي، شلون ما يتمايل الإمام؟ أولا جامعة بمساميرها في صدره. أنت تعرف أكو رواية الإمام زين العابدين لما أدخلوهم إلى الشام، واحد يقول: أشوف الإمام لابس ثوب أحمر. قلت: عجب، بني هاشم ما يلبسون هذا الثوب، لابس ثوب أحمر. يقول: لما اقتربت منه رأيت الثوب، وإذا به من دم الإمام، من قيوده، من صدره، من الجامعة التي على صدر القيود التي في عنقه الموضوعة بالمسامير.
معذور الإمام، أولا مريض عليل، جامعة على صدره، السياط على متونه، ويرى عمات سبايا، هذا اللي أعظم على الإمام بعد، يسمع هذا يشتمها، هذا يضربها، هذه مو سهلة على الإمام. الجلمود يتفطر، الصخر ينفطر من هالمواقف العظيمة. شافت الحوراء زينب، تعرف الرواية شو تقول؟ تقول ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي، شفيك يا ابن الحسين، نور عيني، والله إنه عهد من الله لجدك وأبيك، وسيبقى لقبر أبيك الحسين علم بالطف على كرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر والضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. الله يا زينب، الله يا زينب، أبرت بقسمها زينب. من الذي بقى إلى اليوم؟ الحسين. هاي الإرادات اللي تحارب الإمام الحسين ما وقفت في يوم من الأيام. من الذي بقى شامخ يتحدى كل الإرادات الشريرة؟ هو الإمام الحسين، وإلا الأمويين ما قصروا، العباسيين ما قصروا، السلاجقة، التتر، من تبعهم، وبقي الحسين وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها. هذه المواقف الحوراء زينب، أكو بعض علمائنا يقولوا الحوراء زينب ترى ما تختلف عن المعصوم، خلينا العصمة في ملاكها الشرعي، في ملاكها العقائدي، خليها لوحدها. بس احنا لما نشوف بعض المشاهد من الحوراء زينب، يعني ليلة 11 من المحرم، البارحة مرت عليكم هالليلة العصيبة على أهل البيت، ليلة وحشة، ليلة ألم. أكو بعض البيوت يموت من عندهم فقيد، يأخرون دفانة إلى الصباح. تدري أهل البيت ما ينامون هالليلة، أهل البيت ما تهدأ الحرس، الحسرة اللي في قلوبهم، إلا إذا جلسوا على قبره وناحوا عليه وبكوا، مدام ما هو مدفون ما تهدأ ونتهم. انت تظن أهل البيت البارحة ناموا؟ أكو عين غفت؟ أساسا زينب ما نايمة من ليلة العاشر، زينب ما نايمة، يمكن من قبل ما نام زينب، والوارحة بأبي وأمي، يا طالعة يا داخلة، يا صاعدة الله يا نازلة من على أكمة. مرت عليكم أحداث البارحة، راجع بطفل ميت، طفلين ميتين، راجع بطفلة الحسين من على مسرح، حتى هي تقول إلى الطفلة، تقول لها بنية والله أتعبتوني. أختها أم كلثوم يوم تقول تعالي ندور طفليني يا زينب، قالت تعالي وياي والله ما عندي جلد أخي، ورجعت بهم ميتين اثنينهم. إيش ضل بزينب؟ إيش ضل بزينب؟ مع ذلك تعال شوف زينب تنقل لنا رسالة، خلينا نخليها الحوراء زينب. لما أقول لك ما تقل عن العصمة الحوراء زينب، وهذا بحث خليه لوحده. بس أنت الآن الصلاة المطلوبة اللي عليك 17 ركعة، أنت عندك فكرة أن المعصوم يصلي 51 ركعة؟ يعني صلاة الليل يصليها مو بكيف ما يصليها، 51 ركعة بالنوافل، بهذه كلها تصير 51 ركعة. الحوراء زينب ليلة 11 من المحرم، زين العابدين ينادي عليها عم زينب فلم تجب، تعرفون الرواية، 3 مرات ينادي عليها وجاوبت بذاك الصوت المبحوح، قالت سجاد أنا موجودة بين النساء. قال أين أنت عم؟ قالت نور عيني، كنت أصلي صلاة الليل من جلوس. أنا اللي ما أفتهم، اللي مقصر في حق أهل البيت، لما أقرأ الرواية بعض الروايات يعني قلت يمكن الإمام يقول لها عم زينب، يعني اللي باقي من الرواية أتوقع الإمام يقول لها عم زينب صلاة الواجبة كفاية الليلة علينا. تمارين عليكم، أكو بعض الناس الصيدهم مصيبة، الله لا يفجع حبيبي حبيبة، بس أكو البعض الصيدة مصيبة حتى الصلاة الواجبة تفوته، شايفينهم احنا من الدهشة من الروعة. يقول ليه الإمام، اسمع الإمام ايش جوابه، قال عم هذا خلاف عادتك، تصلين صلاة الليل من جلوس. يا الله. قالت ليه نور عيني، وعمتك زينب تقدر توقف على رجولها؟ عمتك زينب عندها جلد تقف على قدمها؟ ما تقدر. ما قصر الحسين، ما قصر الحسين وأولاد الحسين، ضاعت عمتك زينب يا زين العابدين، ضاعت.
تتعرف اليوم بس طلعت الشمس على زينب وإذا تشوف القوم يجرون الجثث إلى المعركة، وأكو البعض قتلت إلى جانب المخيم ولا حملهم الحسين، تشوفهم يسحبون الجثث. قالت ماذا تريدون؟ قالوا لقد أمر الأمير أن تعزل الرؤوس. يلا تصور عاد عائلة تشوف أحبتها أمام عيونها تعزل منها الرؤوس، وإيش حالتهم؟ إيش حالتهم؟ وزينب الطالع وإذا تشوف جماعة يدفنون جثث قتلاهم وجماعة يحتزون الرؤوس، فرت من الخيمة بلي شعور ووقفت على مصرع الحسين. قالت بنا أخيهم يمكن فيهم ذمة، اجت على مصرع الحسين شيعة بني سفيان، أما فيكم مسلم واحد؟ شتريدين؟ قالت ادفنوا أخوي أو خلوني أني أدفنه، أني بدفنه، بغسله بدموعي وبدفنه بنزله بقبره. رجعوا إلى ابن سعد قال لبوا نداء زينب، سكنوا خاطرها العلوية، ندفن الحسين. أعرف رواية مؤلمة بس إمامك الصادق عليه السلام يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، رواية مؤلمة وتأذيك. قال بماذا؟ قالوا بماذا يا أمير؟ قال يركب 10 من الفرسان على 10 من بنات الأعوجية واطحنوا جسد الحسين أمام أخته زينب. هذه الرواية يقولون زينب أني كنت عند جسد الحسين، وإذا أشوف عرس 10 من الفرسان راكبة على 10 من الخيول وهي تحمى في وسط الميدان، تحمى ما مرت على تلعة إلا وساوتها الأرض. أثار من علينها مسامير معقوفة، معقوفة يعني معوجة. ليش؟ لعنك الله يا ابن ساعد، حتى إذا دخل الحافر في جسد الحسين ما يطلع إلا ينثر أشلاء. ثم هو يقول الحسين وكأني بأشلائي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. إمامك زين العابدين لما رجع يدفن الأجساد في يوم 13 يمشي وهو وضع يد على خاصرته ويلم في الأشلاء، يفتر ويدور أشلاء أبوه لأن الخيل نثرتها يمين شمال. تقول زينب وإذا بالخيول مقبلة كالبرق كالرعد، تباعدتني عن جسد أخوي. تقول وإذا بتلك الخيول تصعد وتنزل على جسد أخي الحسين حتى كسرت عظما وبعثرت لحما وإماما. ولا عليك يا ابو علي نور عيني يا حسين، شبكت على راسها زينب تقول لي مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزاله، ناس تفصل اجفانه وناس تجيب شياله، بس حسين تجهيزه يدوس الشمر بنعاله. أولي سمعنا الميت ليه من مات أولاده يغمضوا العين، قطرة ما يسقونه ما غير الشهيد حسين، بدال الماء يجى الجمال وقطع منه الكفين. ما قصروا بالحسين. رجعت زينب ودمعتها على خدها، رجعت زينب. أعرف أنتم متعبين، إحنا من أمس أنتم من أمس بالمآتم ونتكم بالعزيات، بعد ظلت دمعة عندك عليه، ظلت ونه هنيئا إلك. يقول لي لا يا مولاي إحنا ويا زينب ما نرجع بيوتنا وما نصك مآتمنا إلا إذا رجعت، وما نغلقها عليه، طول السنة ونتنا على الحسين وهذا قليل في حقه، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه، وإحنا خجلانين منك أبا عبد الله.
إيش ما نقدم إحنا مقصرين وياك أبو علي. هو يقول ورضاي ورضاي كل اللي صار فيه، ورضاي غفران الذنوب لشيعتين. أنا يقول إلى الله أوعدتها الحسنى وأنت ضميني. رجع الزينب وإذا تشوف النيا قد قربت، ماذا تريدون؟ قالوا منشيل من كربلاء. قومي قومي أنت مسبية على كل حال، فألفي بعد خدرك الإذلال. راحت لزين العابدين، نور عيني سجاد ترى بني أمية جايين يركبون عماتك يركبون خواتك. قال شي تقولين عم؟ عضديلي علي بالعصاة والسيف. قام زين العابدين وهو يرتعش في يد عمته زينب، إجا قال يا شيعة بني سفيان والله لئن باشر أموي علوية بيده لأرجعن كربلاء وأنا ابن الحسين. عند الولاية التكوينية الإمام تقول الرواية خيل لهم أن الأرض ترتجف تحت أقدامهم فروا إلى ابن سعد. شفنا من ابن الحسين كذا وكذا، قال دعوه يصنع ما يشاء فإنه من أهل بيت إذا قالوا فعلوا. رجعوا إلى افعل ما تشاء. التفت إلى عمته قال عم زينب ركبوا بعضكم البعض. يا علي خليني أوصف لك هالصورة، أنا ركبوا بعضكم البعض. أنت تعرف المرأة شلون تركب في المحمل؟ تركب في المحمل يجي ولدها أو أخوها أو زوجها يجثو بركبتيه عند المحمل عند الناقة، وهي ماسكة إيد ورجلها على كتفه وتدخل إلى المحمل. وزينب مدللة، الأكبر يركبها المحمل أو أبو فاضل. قاموا النسوان كل واحدة تركب الثانية، لم تبقى إلا زينب وزين العباد. قال تعالي عمتي اركبي على كتفي، ضعي رجلك على كتفي. قالت لا يا نور عيوني لا، انت عليل ما تقدر توقف. ركبت بالناقة. الحين زينب شلون تركب؟ كلما أرادت أن تركب الناقة عثرت، تطيح على الأرض وتقوم زينب. تعودة على الدلال، قامت تطالع يمين شمال تحارسين منه زينب. أبو فاضل على المشرع، أخوانك كلهم صرعاء، لسان حالها. أبو يوسف رحمة الله عليه، أبو يوسف يقول طالعت المشرع زينب من بعيد.